بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة عن دورة حياة أحد النباتات التريدية أو التريدوفايتس اللي هي أديانتم. الأديانتم اللي بيقولوا عليه كزبرة البئر ده، هنشوف دورة حياته بتبقى عاملة إزاي. مع حضراتكم علاء السعيد، أستاذ دكتور علم الطحال بجامعة اسكندرية ومعار حاليا إلى جامعة القصيم. نشوف الشريحة التانية وهنتكلم عن الشريحة اللي قدامنا. بتتكلم على ان النباتات بيكون فيها ظاهرة alternation of generations او ظاهرة تبادل او تعاقب الاجيال، بمعنى انها بتقضي جزء من الحياة بتاعتها في اللي هو الهابلويد جاميتوفايت، يعني في الستيج او الطور او المرحلة اللي بتكون فيها الطور المشيجي احاد المجموعة الصبغية، وبتتبادل وفي جزء اخر من حياتها بتكون بتعيش في طور الجرثومي اللي هو بيكون ثنائي المجموعة الصبغية. بنبدأ مع بعض اهو زي ما احنا شايفين دورة حياة النبات. بنتكلم على الجاميتوفايت اللي هو بينتج جاميتس، النبات مشيجي بينتج امشاج، وده بيتم بالميتوزيس يعني انقسام العادي. ليه؟ عشان الجزء ده من دورة الحياة ان، والامشاج بتكون ان، فمش محتاج يعمل ميوزيس، بيعمل ميتوزيس. ده مهم جدا نوع الانقسام. لما بيدي نوعين من الامشاج، طالما بنتكلم على التكاثر الجنسي، السبيرم اللي هو المشيج المذكر والايج اللي هي البويضه، يبقى السابح الذكري او المشيج المذكر والبويضه، يبقى التكاثر الجنسي اللي هنا نوعه بيضي، ودول الاثنين هابلويد جاميتس يعني امشاج احاديه المجموعه الصبغيه. بيحصل ايه؟ فرتلايزيشن يعني اندماج، عشان يكون لمين؟ الزيجوت. والزيجوت ده عباره عن بويضة مخصبة. يعني ايه بويضة مخصبة؟ يعني السابح الذكري النواة بتاعتها، النواة بتاعته اتحدت مع النواة بتاعت الايج فاعطاني خلية واحدة بس ثنائية المجموعة الصبغية. هذا الزيجوت اللي هي عبارة عن خلية واحدة 2 ان، عشان تنمو ويحصل لها عدة انقسامات، وبرضه بتكون نوعها ايه؟ مايتوزيس، فبتدي جنين صغير اللي هو يعتبر السبوروفايت او النبات الجرثومي الصغير، عشان يديني بعد كده نبات جرثومي ناضج اللي هو بيكون 2 ان. هذا النبات الجرثومي اللي هو الطور الثاني بقى، طيب لازم هيلف يرجع عشان يرجع للجاميتوفايت مره ثانيه، يبقى لازم هنا بقى ده 2 ان، لكن النبات الجاميتوفايت او المشيجي ان، يبقى هنا لازم بيحصل الخطوه بتاعه الميوزس او الاختزالي. فهل في النبات الجرثومي كله؟ لا طبعا، فبعض الخلايا بتاعته اللي هي هتبقى حاملات الجراثيم بيحصل فيها ميوزس او انقسام اختزالي عشان تكون لي ايه؟ سبورز او ابواغ او جراثيم. طيب تكون الابواغ عن طريق الميوزس. طب نمو البوغ، يعني البوغ ده بقى عباره عن خليه اهي ان، عشان تنبت ده بيحصل عن بالميتوزس تاني. يبقى تكون الابواغ او الجراثيم بالميوزس اللي احنا بنشاور عليها اهو، لكن نموها ده عن طريق الميتوزس. ده مهم جدا. وبكده يبقى احنا عندنا دوره الحياه بالشكل ده كده، نصها بيبقى جاميتوفايت او نبات جرثومي والان، والنص الثاني اللي هو النبات ايه؟ النبات المشيجي، وده النبات الجرثومي ان و2 ان، دي ظاهره تبادل او تعاقب الاجيال. طيب عشان كده بنجي لنا هنا بعض الاسئله الحقيقه مهمه جدا نتكلم عنها، اللي هي ايه؟ اهو لو بصيتوا هنا، بصوا انا بشاور على ايه؟ اهو بنتكلم على بناء على نوع النباتات. ده دورة حياة عامة دي اللي هي الأساسية، لكن بتختلف من نبات إلى آخر. ففي نباتات بتبقى معظم دورة الحياة هابلويد اللي هو أحادي المجموعة الصبغية، وفي بعضها التاني بيكون ثنائي المجموعة الصبغية إلى آخره. هنا بيسألني بيقول لي do diploid cells undergo mitosis in this life cycle؟ طب وبالنسبة للهابلويد سيلز إلى آخره؟ طبعا ده احنا جاوبنا عليه أثناء الشرح. هنشوف الفيديو إزاي بينمو. ده عبارة عن فيديو تايم لابس، يعني بنشوف زمن طويل في فيديو قصير خالص. اللي هو بنتكلم هنا عن ايه؟ اهو طريقة انبات النبات التريدوفايت، ده السبوروفايت او النبات البوغي، عبارة عن رايزوما تحت الارض وفيها جذور، ويبتدي يطلع افرع بالشجر ده شايلة اوراق. الاوراق بتاعته اهي زي ما احنا شايفين بتبقى ملفوفة، وبعدين بترجع تتفرد اهي وتبتدي تفرد خالص لغاية لما تكون الاوراق كلها بالكامل، ويديني الماتشور سبوروفايت او النبات البوغي الناضج اهو، اللي هو بيتكون من ثلاث اجزاء. الرايزويد اللي هو موجود تحت الارض اللي هي الجذور او اشباه الجذور، والرايزوما، والافرع اللي بالشكل ده اللي هي الاوراق. الاوراق ده الاوراق، لان الساق هنا عباره عن رايزوما، وهي دي الاوراق بالشكل ده كده. طب نشوف الشريحه اللي بعد كده الترتيب. الاوراق اللي احنا بنتكلم عليها بقى هنا يا جماعه الخير،
الورقة، ايه اللي موجود في الورقة ده؟ ايه اللي موجود في الورقة ده؟ اهو لو انا كبرت شوية هنا اهو، شايفين الاجزاء الغامقة اللي انا بشاور عليها؟ اهي كل دي اهي الاجزاء الغامقة اللي انا بشاور عليها دي كلها عبارة عن تجمعات من ايه؟ اهي. ده كله بيديني الفكرة عن تجمع البثور بيبقى موجود فين؟ على السطح السفلي للأوراق. ده شكل، وده شكل آخر أهو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. أهو أدي تجمعات بالشكل ده، أدي تجمعات هنا بالشكل ده، أدي تجمعات بالشكل ده، أهو اللي جوه ده دي اللي هي عبارة عن إيه؟ وأدي الشريحة التانية أهي زي ما هو واضح عندنا، دي الورقة أهي الطرف بتاعها بيكون مقلوب جوه، جواها تحتها كده بيبقى موجود في ايه؟ الاسبرانجيا، دي الحاجات المتنيه اهي اللي بيسموها اندونيزيوم او غلاف او غشاء كاذب زي ما احنا شايفين، هي بتبقى متنيه بالمنظر ده كده، لو انا جيت فربتها وقطعتها هلاقي كلها متجمعه اسبرانجيوم بهذا الشكل. ادي التجمعات بتاعتها واضحه والوانها جميله جدا اهي اهي، لو شاورت على اي واحده فيهم بالشكل ده كده. لو جيت قطعت في الورقه الاقي التجمعات، كل واحده من دول عباره عن اسبرانجيا. اهو كبرنا اكتر شويه، ادي كل دي اسبرانجيا، ادي 2 3 4 وهكذا، طبعا ده عشان قطاع مش هيبانوا كلهم، بعضهم بالشكل ده كده. لو جيت كبرت اكشر شويه ادي الاسبرانجيا اهي، ادي العنق بتاعها اهو، وادي الغلاف بتاعها بالمنظر ده، وبيكون هنا الجزء ده سميك شويه لكن ده عباره عن جدار رقيق، وهنا جزء بيكون خلايا رقيقه جدا اللي هو بيتقطع من عندها، اللي هي الحافظة الجرثومية بتتقطع من عندها أو تفرقع من عندها وينطلق منها الأبواغ أو الجراثيم. طبعا دول شريحتين بأصباغ مختلفة يعني. أهو نفس التركيب بالشكل ده، ده بيسموه ستوميوم أو الفم الكاذب، وأدي السبورز بالشكل ده كده، وأدي الخلايا اللي قلت لكم عليها بيكون فيها زي تغليظ بالشكل ده من جهة وتبتدي تخرج مين؟ السبورز. ده عبارة عن قطاع أو شريحة في المجهر الإلكتروني عشان يبين تركيب مين؟ تركيب الاسبرانجيا أو الحوافظ الجرثومية. طيب التركيب بتاعها بيتعمل إزاي؟ أهو بتبدأ بخلية واحدة بالشكل ده كده على السطح أو الإبيدرمس، بتبتدي تكون تنقسم اتنين وتبتدي تنقسم مرة تانية لغاية ما تنقسم ثلاث خلايا، الخلية في النص اللي هي الإبيكال أو القمية بتبتدي بقى بالشكل ده. طب والخليتين اليمين واليسار دول بيعملوا الصفين بالمنظر ده كده. تيجي بعد كده الخليه القميه بتنقسم اتنين، الجزء اللي فوق ده هيبقى زي غطاء، وتبقى الخليه النشطه اللي هي هتدي السبورز اللي هي دي الخليه الفرتايل الخصبه، وعشان كده اهو بتتجمع بالمنظر ده كده، بيبقى ده عباره عن عنق ويبقى ده غشاء عقيم، وادي الخليه الفعاله اهي اللي هي باستمرار الانقسام بتاعها هتدي مجموعه الخلايا اللي هتتملى بعد كده في الكوره اللي بتكبر دي، حجمها بيكبر ليه؟ عشان تدي الايه؟ اهو بالشكل ده كده اهو. بنشوف الفيديو اهو، بصوا لو دققنا شويه هنلاقيها اهي اهو، بصوا اهي بتفتح وتتنطط هنا، حتى نفس الكلام اهو هنا واضحه اهي اهي بتفتح وتتنطط. اشيل التظليل، نروح للشريحه اللي بقى الابواغ. الابواغ لما بتتنطط تعمل ايه؟ تبتدي ادي السبور او البوغ اهو يبتدي ينبت عشان يدي زي خيط صغير ويبتدي يدي رايزويد، وتبتدي تكمل الانقسامات بتاعتها بالشكل ده اهو، وادي الخليه القميه، وتبتدي تدي شكل عامل زي القلب مفلطح اللي هو مين بقى؟ ما ده بوغ ان هيكون لي مين؟ هيكون لي الجاميتوفايت اللي هو شكله بالمنظر ده اللي هو عامل زي القلب، احنا هنا قلبينه من تحت عشان كده احنا شايفين الرايزويدز او الجذور. لو دققنا شويه هنلاقي هنا الجزء اللي على القلب النوتش دي او الجزء الغائر ده في الاجزاء الغامقه دي الاركيجونيا او الارشيجونات اللي هي التركيب المؤنث، وهنا هو كل النقط الغامقه اللي احنا شايفينها دي اهي، ده عباره عن التركيب ايه؟ طبعا دي الرسمه بتاعتها بالمنظر ده اهو. لو كبرنا شويه لو احنا خدنا الدوائر اللي هنا دي، ادي التركيب الانثريديوم، دي انثريدا ودي انثريدا اللي هي التركيب المذكر، وادي التركيب المؤنث بالشكل ده كده اهو اللي هي الاركوجونيا، بيبقى عامل زي الدوره او زي الفلاسكا اهو. يبقى الجزء اللي هنا ده دي الارشيجونات اللي هي التركيب المؤنث، واللي كل منتشر ده هنا ده عباره عن التركيب المذكر اهو. لو شفنا مره ثانيه اهو هنلاقي ادي التركيب المؤنثه بالمنظر ده كده، وادي التركيب المذكره، وجواها بيكون في السبرم سيلز او السبيحات الذكريه بالشكل ده كده. لو رحنا للشريحه اللي بعد كده برضو بتتكرر تاني معانا عشان بيديني الاركوجونيا او الارشيجونه. ازاي الاركوجونه او الارشيجونه بتتكون؟ بتبقى عباره برضو عن خليه واحده بتنقسم لخليتين ثم ثلاث خلايا صف من الخلايا بالمنظر ده، وفي نفس الوقت ايه اللي بيحصل؟
الابيديرمس بيحيط بيها الخارج بالشكل ده كده اهو، وفي الاخر تبقى عامله زي شكل الدوره، فالخلايا اللي هنا دي كلها بتتفتح على بعضها بالمنظر ده، اللي هي خلايا العنق، ودي خليه اللي هي الفنترال كانال سيل، وادي الايج في تحت خالص اهي، الايج اهي بالمنظر ده كده. بعد كده كل اللي فوق ده هيتفتح بالشكل ده، كل ده هيدوب وهيبقى عباره عن ميوسلج، يعني كل الخلايا دي هتدوب عشان تدي ميوسلج، وهنعرف فايدتها ايه، وتتبقى الايج موجوده هنا. ليه ده حصل؟ عشان تدي فرصه للانثريزويد او السابحات الذكريه لما تلاقي الماده السائله دي بتلزق فيها او تلتصق بيها عشان تقدر تسبح، ما هي محتاجه تسبح، تسبح جواها لغايه لما توصل لغايه الايج عشان الدعم دي لغايه كده، دي عمليه التلقيح. بعد كده بتحصل عمليه الفيرتلايزيشن او عمليه ايه؟ مره تانية ده الانثريجين بالشكل ده، وادي الايه؟ الانثريزويد اللي هو ده التركيب المذكر يعني. التركيب بتاعه بيتم ازاي؟ ازاي الانثريده بتتكون؟ خليه واحده، خليتين، مجموعه من الخلايا اهو بالشكل ده، بيتغير شكلها، دي الخليه المركزيه بتديني 3 خلايا بالمنظر ده كده، الخليه اللي هي القمية والخليه اللي في النص، وادي الخليه اللي تحت، وتبتدي تنقسم مره تانية، الخليه اللي بره دي بتدي خليتين، وادي الخليه الفعاله اللي في النص هنا، دي هي اللي في النص دايما، دي عشان بتبقى محفوظه، هي دي اللي هتديني الانثريزويدز او التراكيب المذكره، السابحات المذكره بالشكل ده، فيبقى كل اللي بره ده جدار عقيم. يبقى اذا مره تانية، يبقى مره تانية ادي خليه ومجموعه من الخلايا والانقسامات، لغايه بنمشي هنا كده لغايه لما تديني من مجموعه الخلايا الخصبه عشان تكون لي الانثريزويد اللي هي السابحات الذكريه. لما حصل التلقيح اللي احنا شفناه اللي هو السابحات الذكريه، حصل التلقيح ثم الاخصاب، هيحصل فين؟ اكيد الاخصاب ده هيحصل في المكان المؤنث اللي هو الاركيجونيا او الارشيجونيا بالمنظر ده كده، خلاص يبتدي يحصل ايه؟ هيتكون سبوروفايت جديد فين؟ داخل الارشيجونيا، ايوه، على النبات المشيجي اللي هو الجاميتوفايت او النبات المشيجي، نعم، هيبقى بالمنظر ده، هيبتدي يكون جذور اهو، ادي الجاميتوفايت او النبات المشيجي بيطلع عليه النبات الجرثومي في بدايه حياته، يعني كان ايه؟ النبات الجرثومي ده هو سائد صحيح، بس في بدايه حياته معتمد على النبات المشيجي بالمنظر ده كده، نفس الصوره عشان يبين، وهي بتدعم بدايه تكوين الاوراق، وادي الخط ده اللي هو اللي هيكون لي الاوعيه، لان دي نباتات وعائيه. نشوف الشريحه اللي بعد كده بقى ازاي يتكون الكلام ده كله. اهو ما احنا قلنا الارشيجونه اهي، ادي الايج، وابتدى هنا السابح الذكري وصلها، حصل التلقيح ده ازاي؟ بيبدا بخليه واحده، انقسم خليتين ثم 4 خلايا ثم مجموعه من الخلايا بالشكل ده، وبعدين يحصل عمليه ديفرنشيشن او تكشف عشان هيبقى فيه جذر وفيه ساق وفيه اوراق، ويبتدي يتكون مجموعه من الخلايا، كل واحده هتقوم بوظيفه عشان يكمل الشكل بتاعها في الاخر زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده. يبقى ده النبات المشيجي، وتكون هنا جذر، وهيبتدي يتكون الساق، يبقى كده تكون النبات ايه؟ الجرثومي الصغير. لما نروح بعد كده هنشوف دوره الحياه، هنلاقي ايه اللي بيحصل. اهو دي اللي احنا لسه قايلينها من شويه، اللي احنا شرحناها قبل كده. يبقى اتحقق، بدانا بالنبات اهو، بدانا بالنبات اللي ايه؟ اللي عامل زي القلب ده، اللي هو النبات مين؟ النبات المشيجي، عطى السابحات الذكريه او الانثريزويد، وادي البويضه، حصل تلقيح ثم فرتلايزيشن، تكاثر جنسي بيضي، اتكونت خليه واحده 2N، ابتدى انقسام ميتوزي يديني الامبريو، او هنا الزيجوت وهنا الجنين او النبات الصغير البادره، ثم حصل تكوين النبات الجرثومي الكامل، بيحصل فيه انقسام ميوزي بعض خلايا مش في كل خلايا عشان تكون السبورز او الابواغ او الجراثيم، اللي بيحصل فيها انقسام ميتوزي عشان ترجع تديني الجاميتو اهو. هنا واضحه جدا، ادي الشكل اللي بالقلب اهو، ادي النبات المشيجي بالشكل ده كده، ده من السطح البطني اللي هو ملامس الارض، ادي الرايزويدز او الاشباه الجذور، ادي تركيب الاركوجونيا بالمنظر ده كده، ده شكل النبات المشيجي، ادي تركيب الاركوجونيا، وادي تركيب الانثريه تدي السابحات الذكريه اهي بالشكل ده كده، بتسبح عشان يحصل عمليه التلقيح، يعني توصل لغايه الاركوجونيا، وبعدين يحصل فيرتلايزيشن، يبدا بقى الاثنين ان اللي هو النبات الايه؟ تبتدي هنا 2 ان زيجوت او الجنين، يبتدي يحصل ميتوزس عشان يديني نبات صغير اللي هو السبوروفايت او النبات الجرثومي، بس فين؟ على نفس النبات الايه؟ المشيجي. بعد ما يبتدي يعتمد على نفسه بقى، خلاص النبات المشيجي بيموت، ويبتدي يكون عندي بقى هنا ايه؟ يبتدي يكون عندي الجذر زي ما احنا شايفين اللي هو في سكشن رايزوما، وادي الجذور، ويبتدي يكون الاوراق اللي شايل، هتبقى شايله الحوافز الجرثوميه اللي لو قطعنا فيها هنلاقي تجمعات او بثور من الحوافز الجرثوميه بيحصل فيها ميوزس عشان تبتدي تتكون السبورز،
ويبتدي يتنبت عشان يدي بادرة صغيرة، ثم يرجع يديني النبات ايه المشيجي مرة اخرى. نشوف الفيديو ده مع بعض. هنا بنشوف زي ما احنا مع بعض كده، دي الاوراق اللي خاصة بالسبوروفايت او النبات الجرثومي. هنشوف السطح البطني ليها، السطح السفلي، فهنلاقي تجمعات اهي، تجمعات من الحوافز الجرثومية، ده بثرة، تجمعات كل واحدة من دول حافظة جرثومية. هنشوف التركيب بتاعها بيكون عامل ازاي. احيانا بتكون مش معرّة بالشكل ده، ساعات بتتغطى بغطاء كاذب بيبقى ماسك في العنقود اللي تحت ده كده بالشكل ده كده، اللي بيسموه انديوزيوم، غطاء كاذب، او بتكون في شكل فنجاني بالمنظر ده كده متجمعة. فيها اشكال كثيرة زي ما شفنا في الشرايح الاولى. طيب الواحدة منهم ده بيبقى التركيب بتاعها عامل ازاي؟ زي ما هنشوف دلوقتي، اللي هي السبورانجيوم او الحافظة الجرثومية او البوغية، بيبقى ليها عنق صغير، بتبقى متكونه بالشكل ده كده. ادي اللي في النص ده اللي احنا شايفينه ده على طول، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن الطبقه الانيولس، الحلقه، الحلقه اللي هي بيكون فيها جزء مغلظ. فين الجزء المغلظ؟ اللي هو ده، اللي هو ما بين الخلايا، هو ده بيبقى جزء ناشف شويه، والجزء ده هو الجزء اللي بيسمح بامتصاص الميه او التبخر منها، لكن الجزء ده لا، وهو ده اللي بيديها الشكل المميز ليها بالمنظر ده كده، بتبقى بارزه عن بقيه الكوره. وهي دي لما بيحصل فيها ايفابوريشن او بخر، وده جزء اللي هو بقى الليب سيلز الشفويه او الفم الاستوميوم، دي خلايا ضعيفه جدا هتتقطع من الحته دي. يبقى لما يحصل بخر للميه تبتدي تتفتح من عند الاستوميوم وتبتدي بعد كده تنطر. خلاص، وبيبقى التركيب من جوه بقى بيبقى فيه اكتر من طبقه زي ما احنا شايفين دلوقتي، بيورينا الطبقات اللي موجوده داخل كده. وادي الابواغ او السبوروسيست، الخلايا اللي هتدي الايه الابواغ، بتبقى متجمعه ومحفوظه بالشكل ده كده. طيب نشوف مع بعض، دي اللي هو البوق او كده. يبتدي هيحصل بقى مايوزس، انقسام اختزالي لاربع خلايا، عشان يتحول من 2 ان لايه؟ لان، وتبتدي تتقسم بالمنظر ده كده عشان تديني اربع ابواغ اللي هو بيسموها التتراد او الرباعيات، كل واحده منهم ان اهو الشكل اللي احنا شايفينه ده جوه بالمنظر اهو، جوه الحافظه الجرثوميه، اربعات 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 بالمنظر ده كده، نتيجة الانقسام الميوزي اللي هي بتتجمع بالشكل ده كده اهو، ويبتدي بقى يحصل نضوج واكتمال للسبور، تكون السبور. خلاص انت هنا بقت فراغ واحد، والكرة بقت بالشكل ده، وحتى لونها بيتغير بقى للون البني، بدل الاخضر بقى اللون البني اللي احنا شايفينه ده كده اهي، بتبقى بالمنظر ده كده. دي واحدة، التجمعات كلهم هتبقى بالمنظر ده كده، معناها استوت. يعني ايه استوت؟ يعني حصل ماتشوريشن، نضوج. عشان كده بقى هيحصل سبور ريليز او انطلاق للايه؟ للابواغ من داخل مين؟ من داخل الحوافظ الجرثوميه كده. ده بوغ ناضج، لما اللون بيتحول للبني ده معناها اصبح تور ايه؟ ناضج بالمنظر ده كده، اصبح تور ناضج. طب الحوافظ الجرثوميه دي بقى ايه اللي هيحصل فيها؟ كده خلاص، يبقى احنا شفنا الدنيا ماشيه ازاي اهو، ده الانيولس بالشكل ده كده، هيبتدي يحصل ايه؟ بخر اهو، الميه بتطلع بتتبخر، فالخليه بتنكمش، هتبقى ايه لما تتكمش حجمها ثابت، فهتتقطع من اي حته، كل دي تغليظات. امال المكان الضعيف فين؟ اللي هو عند الاستوميوم. بصوا ايه اللي هيحصل، هو خافل الجسم بتاعه، الميه عماله تتبخر، فحجمها عمال يتقلص، فتبتدي اهي، ده كل دي بخار الميه بيطلع منها. بصوا الجدار هيحصل فيه ايه، اهو اهو بينكمش بالشكل ده كده، بصوا بتتقلص بتتقلص بتتقلص، هتتقطع من المكان ده، المكان ده ضعيف اهو، اتفتحت بالشكل ده، وبتدي الجدار بتاعها يتشق وتتفتح وترجع لورا، لكن ما زالت ملتصقه، السبورز او الابواغ ملتصقه اهي اهي. طب تعالوا بقى ترجع اهو، الميه اتبخرت. طيب وبعدين بقت عامله زي السوسته، زي اتنطرت، بس شفتوا بقى رجعت لوضعها الطبيعي، فنطرت السبورز مسافه كبيره، سبحان الله. يعني شوفوا الاليه والميكانيزم والاليه بتاعتها، نطرتها بصوا اهي كلها بقى، كل ما تخرج من الاوراق دي بتنتشر حواليها في الجنينه او الغابه او المكان اللي موجوده فيه، وتنتشر في كل حته لغايه لما تقع على الارض. يحصل بقى تكوين الطور الثاني اللي هو الطور المشيجي، تبتدي اهو اي كل السبورز تقع على التربه المبلله بالميه، وزي ما انتم شايفين في فتحه بالمنظر ده كده. ايه اللي هيحصل؟ بتتشرب الميه اهي، الميه عماله تتجمع اهي، يتشربها ويبتدي يخرج الجذر بالمنظر ده كده، وتبتدي تخرج بقى ايه جزء صغير، تبتدي خلايا مفلطحه بالمنظر ده اللي هتكون شكل القلب اللي هو النبات الايه؟ المشيجي. يبقى هيتكون الجذر الاول، وبعدين يبتدي يتكون النبات المشيجي لما يبقى ناضج. امتى يبقى ناضج؟ لما السطح السفلي من تحت، وهنا بيبقى عامل زي القلب بالشكل ده كده. بعد ما يكتمل النضوج بتاعه، لو بصينا من تحته بقى من السطح السفلي، هنشوف ايه اللي هنشوفه؟ ادي الجذور بالمنظر ده كده او الرايزويدز،
بالمنظر ده، وطبعا محتاجه الميه. هنشوف بقى لما بيكون تحت من السطح السفلي هتكون الانثريدات اللي هي اعضاء التكاثر المذكره، وهنشوف الارشيجونات او اعضاء التكاثر المؤنثه في السطح السفلي زي ما هنشوف دلوقتي. اهو اهو اعضاء التكاثر المذكره بتبقى عامله زي الكور دي اللي احنا شايفينها اهي، الكور دي، وهنشوف لما هنشوف القطاع بتاعها وتركيبها من الداخل. كل دي الانثريدات من السطح السفلي قريبه من عند الجذور كده بالمنظر ده. لو فتحناها او هنشوف التركيب بتاعها اهو، هنشوف دلوقتي الخلايا اللي جوه كل واحده منهم هتكون انثريزويد او سابح ذكري، ده مكانها هم من بره. طب هنشوف بقى التركيب المؤنث هيبقى عامل ازاي. هنشوف مع بعض التركيب المؤنث بقى بيبقى ناحيه ايه المقدمه، هنشوف مع بعض كده. ايوه اهي، كل البارز اللي تحت ده عباره عن ارشجونات، ارشجونات او ايه الارشجونه اللي عباره عن عنق بالشكل ده كده، وهيبقى عامله زي الدورق بالظبط كده، ده اللي هو التركيب المؤنث. العنق ده مجرد ممر، ده الفنترال ساعات بيسموه البطن او الجزء المنتفخ، لجواه بتبقى موجوده البويضه زي ما احنا شايفين بالمنظر ده كده اهو، ده الفنتر او البطن، ده بيبقى جوه النسيج بتاع الجاميت وفات او نبات المشيت، وده العنق بالمنظر ده كده. طب هنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي بقى، هنبدا من عند مين؟ هنبدا من عند الانثريدات. هنشوف الانثريدات ايه اللي هيحصل فيها لو جرينا كده شويه، اهي الميه بتيجي بالمنظر ده كده، لازم وجود ميه. البلغ دي وتعوم في الميه، ما هي محتاجه ميه، لسه محتاجه ميه عن طريق الايه الهرمون اللي اتفرز ده. اي دي كلها الانثريدات اللي هي المذكره، التكوين المذكره. يبتدي السابح الذكري هيحصل له ايه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. هنشوف السابح الذكري ايه اللي هيحصل؟ اهو دي الانثريزويد او الايه؟ السابحات الذكريه عن طريق الاصوات، وتبتدي تعوم في الميه. هو احنا شايفين حاجات عماله تتحرك كده وتتنطر اهو، حاجات عماله تتحرك جوه في التربه اهي. خلاص هنا بقى هنشوفها من تحت بالانيميشن. الانثريزويد ايه اللي هتعمله؟ اهي بتعوم وتسبح مع الميه، اهي بتخرج الخلايا وتنطلق الانثري ايه؟ الانثريزويد، السابحات الذكريه بتنطلق في الميه وتعوم عشان تدور، بتنجذب الى البويضه. طب مش عارفها مكان، عباره عن ماده كيميائيه بتفرز من الارتيجونيوم. خلاص اهو عشان تروح عندها الانثريزويد اهو، عمال يعوم في الميه اهو، يسبح بالشكل ده لغايه لما يروح الماده الكيميائيه اللي عند الفيميل او المؤنث، تركيب المؤنث، بتشده اهو، عمال يدور اهو اهي. لما الخلايا اللي فوق دي ودي بتتفتح، كل دي سوائل بالشكل ده كده فيها مواد كيميائيه، هي اللي بتجذب الانثريزويد وبتساعد، وماده لزجه ليه؟ عشان تساعد انها تلقط او تمسك مين بالانثريزويد اهو، دخل جواها ما ينفعش يبعد بعيد بقى، يبتدي يسبح لغايه لما اهو يدخل في العنق هنا اهو، يسبح لغايه لما هيوصل لغايه البويضه اللي هي جوه النسيج بتاع نبات المشيج اهو، وصل لغايه البويضه، يحصل عمليه التلقيح، النواه اللي جواه بتتحد مع النواه بتاعه مين؟ البويضه، يتكون هنا بقى تقليه واحده 2 ان، هنا الزيجوت او الجنين. طيب يبتدي ايه اهو، التركيب ده موجود فين؟ داخل النسيج اهو، في المنطقه الوسطى اللي ليها لون مختلف دي شويه، في المنطقه اللي فيها الارشجونات بالشكل ده كده. واحدة فيهم غالبا هي اللي هتنمو، اللي هو بقى طيب لما تبتدي بقى الخلية تنقسم عدة خلايا، تكوني بقى الامبريو أو البادرة، تبتدي بقى تنبت. أهي بالشكل ده كده أهو أهو، بنشاور عليها قلب صغير كده، وهتبتدي نشوف الإنبات بتاعها هيبقى إزاي. لسه النبات المشيجي موجود معانا بالمنظر ده، والزيجوت أو كده اتكون تحت أهو في الأرشيجونة، هينقسم عدة وتكبر في الحجم بالمنظر ده اهو، وتبتدي من الجدار تفرز بعض المواد خلاص، عشان يبتدي يساعدوا على تكون الفوت او القدم او الريزويدز اللي هي هتخرج اهو، يبقى من تحت. ادي التركيب، بصوا كبر ازاي، ما لازم يثبت نفسه، فهتطلع زي ما احنا شايفين دلوقتي كده اهو. الفوت او القدم اللي هو بقى هيبتدي يكون لي الجذور عشان النبات يطلع، من ناحيه ادي القدم، ومن الناحيه الثانيه الليفز او الاوراق، يعني كان الجذور والاوراق بيتكونوا، الجذور دي او الريزوما. الرايزوما بقى هتبتدي تتكون، الرايزوما اللي هو الساق اللي ماشي بالعرض اهو، وتبتدي تطلع الاوراق اللي فوق اللي احنا شفناها، بتبقى ملتفه وبعدين تتفرد بالشكل ده كده، عباره عن ورقتين اتنين، وادي الرايزوما بالشكل ده، الرايزوما يعني الساق اللي ماشي بالعرض اهو، هو اهو ده النبات اللي عامل زي القلب المشي، وده النبات اهو، ده النبات الايه المشيج الجرثومي الجديد، يبتدي يكون اوراق بتكون لونها اخضر في الاول، وتبتدي بقى هتكون الحوافظ الجرثوميه زي ما احنا شفناها في الشرايح اللي قبل كده، لغايه لما يكتمل النمو بتاعها، وبكده بعد كده تبتدي ايه تطلع الجراثيم مره ثانيه، وبكده بتكون كامل دوره الحياه. ادي النباتات وهي صغيره، ده النبات اللي عامل زي القلب
بالشكل ده، بعضها بيكون صغير الحجم وبعضها بيوصل الى اشجار او شجيرات بالشكل ده كده، نباتات التريديات اللي هي نباتات وعائيه لا بذريه وبيكون فيها اوعيه لكن مش في صوره راقيه.